بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن وصلنا إلى آخر الشهر الفضيل، وقد يكون يعني نحن قصرنا في بعض المواضيع، وقد يكون يعني هناك بعض اللوم من الأخوة المتصلين في عدم حصولهم على خط من دخول الخط يعني علينا وأسئلتهم، وأيضا المراسلين عبر SMS وعبر الإيميل وعبر الواتساب كلهم احنا نتأسفوا لهم، لأن برنامج لا قدرة يعني حتى كان استمر 4 ساعات مش هنقدر نغطوا الكم الهائل من الرسائل والكم الهائل من الاتصالات، ولهذا يعني التمسكم عذرا على هذا التقصير، ونقول لكم احنا رانا حاولنا بقدر المستطاع ان نجيب على كل اسئلتكم، وساحاول عبر يعني رسائل SMS سأحاول بقدر المستطاع أني أنا أجيب، لأن الرسائل راهو مش بالمئات، بالألاف راهو، يعني وصلت رسائل أكثر من حوالي قريب 2590 رسالة، والرسائل هدية كلها طبعا يعني ترد بطريقة، شوفوا يعني كان وريكم يعني رسائل بشكل بشكل خيالي، يعني بشكل خيالي خيالي جدا يعني، فمضطرين أن احنا نجاوبوا على نجمع اني نقرا الرسائل هدية ونجمعها حسب الكاتيجوريز بتاعها ونجيب عليها حسب الضرورة وحسب الأولوية لهذه الرسائل. نحن انتهينا من شهر رمضان، واليوم موضوع حلقتنا حيكون كيف الرد لأيامنا الطبيعية، لأيامنا العادية، كيف الرد لها، كيف مريض ضغط الدم يرد للأيام العادية، وكيف مريض السكر يرد للأيام العادية، وكيف يدير إياه في أيام العيد، وكيف عملية سلوكيات الأكل والشرب أيام العيد، وكيف إن هو إذا ما حدد طارئ أثناء أيام العيد، أيام العيد الدنيا كلها مسكرة ودكاترة الأخصائيين كل واحد واخد إجازة وطالع، كيف إن إحنا نقدروا إن إحنا إن نصلح هذا العطب وهذه المشاكل. أيضا سأستفرغ اليوم، طبعا اليوم ما فيش اتصالات إطلاقا، سكرنا باب الاتصالات لأن الاتصالات تو الآن ما عادش خلاص يعني في نهاية آخر يوم من أو آخر أيام رمضان، يوم أو يومين من رمضان، يعني ما عادش على شو بتجاوبه، بتجاوب على الافطار كيف يدير، ولا بتجاوب على الصيام. فهذا دائما الاسبوع الاخير حتى في العياده ناخذه في المراجعات، بس ان المراجعات هي اللي بتقول لك كيف تاخذ الدواء ترد، اما واحد جديد بتعطيه عليه 3 ايام رمضان لفضلات، ولا بتعطيه عليه على الافطار كيف يدير في الافطار. فاحنا دائما المريض الضغط الدم يرجع زي ما كان، يرجع حبة الضغط الدم اللي كان ياخذها في الفطور ياخذها في الفطور اللي في العشاء مريض السكر هنا بيصير متغيرات، مش احنا نقصنا 30% من بعض العلاج، هنا يبدا بشويه بشويه يرد للجرعات الاولى، ما يردش طول، يعني مش كان ياخذ 20 20 20 و 30 30، يمشي يردهم طول 20 20 20 30 30، يصير له هبوط، لان نزلتهم لك وتقود 20 16، وبالتالي 30 درتهم لك قلت لك ديرهم 40 نزلتهم لك، فعمليه بشويه بشويه نرجع مثلا ل 40، مش يعني 40 في رمضان ولا رد 40، مثلا نبدا نزيد فيها بشويه بشويه يعني 40، او كان مثلا درنا 30 30 ونرجع 30 30 نبدأ بشويه بشويه، مثلا رجعوا 26 26 بتزيدوها 28 28 بتزيدوها 30 30 بشويه بشويه. اذا الرجوع الى العلاج الحبوب يرجع زي ما كان،
الحبوب يرجع زي ما كان الحبوب باهي، اما العلاج لا، الثاني لا، ما رجع زي ما كان باهي، بشوي بشوي تدريجيا. نجيب على بعض الاسئله المهمه. عمري 53 سنه، تراكمي 6.7، شن تنصحني؟ علما بني سيدة عندي روماتويد مفاصل مزمن وضغط ونخت في حبة 10 ملي. ماكل والشرب القديم الجديد اللي هو دائما نسأل المريض نقول له التزم، 6.7 بداية سكر، يجب عليك أن تلتزم بالنظام الغذائي وتلتزم بالرياضة. السلام عليكم دكتور، أنا دمي ديما نازل يوصل حتى 6، وتكلمت عليها حلقة أمس، تكلمت على حلقة أمس بتاع دمي ديما نازل وكان يوصل حتى 6، وكان زاد بالأدوية يوصل 9 فترة وينزل تاني، وحتى المخزون ديما نازل. إذن طالما المخزون نازل وطالما بالأدوية ما باشي ينزل، يعني يرتفع بتل ينزل، معناه أنت تبي لازم، أو تبي يا أختي تبي حاجة تحاليل متقدمة، وتبي منظار للمعدة، ناخذ عينة من المعدة نعرفوها علاش مش قادرة المعدة هدية إن هي إن تسكرنا أو تردنا الهيموغلوبين متاعك إلى الطبيعي. يا دكتور يا ريت تقرأ رسالتي. حاضر، هني نقرأ فيها. زوجي ياخذ فيه برتقالي 20 في الفطور والسحور رصاصي 16، وتو 400 سكرة، عنده كلى وكان ياخذ فيه تكسير حوله دكتور، ودايماكرون حوله دكتور، ما ياخذش الا في البرتقالي والرصاصي وسكر 400، تو كيف ندير؟ هل يفطر ولا لا؟ يفطر، نعم يفطر، خاصة كان عنده كلى و400 سكرة يفطر، لكن يعدل جرعاته، مش كل يوم يود يفطر، يعدل جرعاته. يا دكتور يا ريت تقرا رسالتي، كيف ندير؟ هل يفطر ولا لا؟ سكرة حاليا 400 وتراكمي 10 وعنده كلى، وانا عارفه ان كلى معاش تمتص الانسولين. لا، انت ما تعرفيش هذا، ما فيش حاسه كلى تمتص في الانسولين، ما دام ما قلتي الكلمه دي فانت مش عارفه انك الكلى ما تمتص في الانسولين، ما فيش حاسه كلى تمتص الانسولين. جسم معاش يخدم انسولين او نقص في الانسولين او ترلع كلى، لا، لان كلى عندها فيها قصور. شكرا. القصور حسب القصور، لكن انا 400 وسكر عالي ما يصيمش، لا ما يصيمش، ما يصيمش تعدل هذا كله، عشان ما يصيمش تعدل. دكتور انا جبت بالعمليه قبل 6 شهور، ومن ثالث يوم بدا راسي يوجع وجع شديد، ناخذ بنادول ما في فايده، واللي عند توه يا دكتور يوجع حرق في قبه الراس ومن الخلف. دكتور انا جبت بالعمليه قبل 6 شهور، ومن ثالث يوم بدا راسي يوجع وجع شديد، ناخذ بنادول بدون ما في فايده، واللي عند توه يا دكتور يوجع حرق في قبعة الراس ومن الخلف، وجع في الجبهة وتنمين في يدي اليسرى ووجهي في جهة. واضح انها قصة اعصاب، واضح انها قصة اعصاب، واضح انها هي قصة اعصاب باهي، وانها تبي دكتور اعصاب يشوف لك هل في ضغط في الرقبة، ضغط على عصب الرقبة، يشوف هل في هل في يعني خلل او ان في مشكله في الاعصاب، من الحرق والتنميل والنخصه وجع الراس والواحد كذا، كل هذا قد يكون لي علاقه ب اما الانسداد الغضروفي او بالام. وايضا دكتور الاعصاب يدير كشف اعصاب كامل، يعرف به انك انت عندك خلل ولا عندك مشكله اعصاب والا لا. اذا لازم تشوفي دكتور اعصاب. دكتور عندي بنتي عمرها 8 سنوات، عندها سكرها ديما مرتفع، قبل 3 شهور تراكمي 9، نضرب انسولين 6 6، منظم صباح الغداء والعشاء، منظم الصباح 6 والعشاء 6، شو ندير لها يا دكتور؟ ارجع بها للدكتور او جيبيها للدكتور، جيبيها لي نعدل لها جرعات، تحتاج الى جرعات. ديما نعاود ونرد، ديما نعاود ونرد في نفس الكلمه، لما يتضل سكرك منتظم على جرعات معينة ومشت أمورك طيبة، ويا سلام عليك بجرعات ثابتة، وبعدين صار لك خلل في السكر وبدأ السكر 300 400 بدأ يرتفع،
بردت، خذت بردة، انفلونزا، في قضية، في مشكلة، أي مشكلة صارت على ضوء هذه المشكلة تأثر السكر وتلخبط ومعاش كويس ولا على أثر هذا. عليك أن يكون عندك حاجة اسمها التغيير في الجرعات حسب القياسات. يعني يضل أنا ديما ندير لكم، أنا ندير لهم في ورقة ونكتب لهم فيها كان السكر 100 تاخذ 6، كان من 100 ل 150 تاخذ 8، كان من 150 ل 200 تاخذ 10، كان من 200 ل 300 تاخذ 12، كان من 300 ل 400 تاخذ 14، اكثر من 400 خذ 16. باش تعرف ميزورتك جديده، باش تعرف الوزنه نتاعك جديده. باهي ورصاصي الساعه 12 في الليل، لو فرضنا انا نتكلم على التايبون اللي ياخذوا في باري هذوماي، لو فرضنا انك في الليل نط الصبح لقيت سكرك 160، ثاني يوم 160، ثالث يوم 170، رابع يوم 200، ناخذ 20 رصاصي في الليل، لا ال 20 مع الساده، نزيدها 22 ونشوف ما مشاش، نزيدها 24 ونشوف ما مشاش، نزيدها 26، نزيدها 28، وهلم جره. اذا نزيد في الجرعات بشويه بشويه نهايه ما يرجع. هذا جرعه الليل، جرعه الصبح، شنو ندير جرعه الصبح؟ جرعه الصبح نشوف اللي في العشاء في الليل، تعدل لي السكر في العشاء ولا لا؟ لا في العشاء مرتفع فوق ال 200 نلقى فيه. باهي ماشي. إذا لقينا السكر بدا مرتفع قبل العشاء، نبدو احنا ان ناخذ في الجرعات الاخرى اكثر شيئا فشيئا حتى يرجع السكر زي ما كان. ديما نازل يوصل ل 20. باهي وعندي مشكله في الصفايح ديما نازلات يوصل ل 20. انا ما فهمتش ال 20، 20,000 يعني. أمس واحد تكلمني قال لي 1000 واليوم 20,000، ما عرفتش أني هل 20,000 تقصدي؟ نبي نعرف هدية ولا لا، 20,000 ولا لا. مساء الخير دكتور، أنا حامل والسكر التراكمي 11 والعادي 190 والدكتور نصحني بالإبر وين أخذ في منظم؟ توكلي ولا شنو؟ استني في عبد القادر المصري يقول لك تاخذي بالي ولا ما تاخذش؟ ما هو يعرف دكتورك، توكلي خذي لي بالي. شنو 11 تراكمي؟ انت كيف 11 وانت بتحملي؟ كيف البيبي بيطلع هذا؟ كيف بيطلع البيبي؟ بيطلع طبيعي البيبي؟ تراكم 11؟ وكيف تخلي انت تحملي والتراكم بتاعك 11؟ مش مفروض دايره تراكم من قبل لا تحملي، منظمه امتى تحملي امتى ما تحمليش، ولا غير هيك وخلاص يا اختي. الله يهديك، الله يهديك يا بنتي. في حاجه اسمها تنظيم، نديروا تحاليل ونشوفوا سكرنا عالي، ننظموا سكرنا قبل نحمله، وننزلوا التراكم 6 قبل ما 6 ونص قبل نحمله، مش نحمله على بابك على باب الله هيك. السلام عليكم دكتور، انا عمري 55 سنه، سكر وقلب وضغط وغده، ربي يشفيك ان شاء الله. وناخذ انسولين وسكر لي 35 سنه وديما طالع نازل ينزل، اكيد مش معدل لان علاجك مش معدل، لازم يتعدل ضروري. السلام عليكم، أنا عمري 20 سنة، بعد الفطور جيني الدهشة والحرارة وقلبي يضغط علي. شنو هي الدهشة؟ شنو هي اللي بعد الفطور هذه اللي تصير لك؟ وهل فطور في رمضان ولا فطور في 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 في, في الإفطار؟ وباي وعلاش احنا إن احنا بعد الفطور جيني الدهشة هذه والحرارة؟ تحاليل غدة درقية، دهون، فيتامين د، فيتامين بي 12، وظائف الكلى، وظائف الكبد، الدم، الغدة الدرقية، هذه كلها نديروها وعلى ضوءها نعرفوا، ونجي نديروا كشف، نقيسوا الضغط، نقيسوا السكر، كشف كامل، بعدين نقول لك شو نديروا إن شاء الله. سوري، استغفر الله العظيم. مساء الخير يا دكتور، عندي سكر عادي 115، سكر تراكمي 5.5، وزن 98، عمرك 50. نقص وزنك بس امورك طيبه، يا سلام عليك، تمام، استمر امورك طيبه. السلام عليكم دكتور، انا التراكم 8 وناخذ في انجليزا حبه 2.5 ومتفورمين 500، ما هو في مخلطه، هي مخلط الساكساجليبتين والمتفورمين، في مخلط اللي هو كومبي جلايزي اللي هو 5 في الالف وكومبي جلايزي 2.5 في الالف، باي والسكر عالي 500 شويه متفورمين، والكومبي تاخذ 5 بد من بدء الانجليزه.
به حاضر حاضر يا عبد الرحمن. السلام عليكم، أمي عندها سكر 8 سنوات وآخر تراكم إلى 9، تضرب جرعات الأنسولين 14 سريع قبل كل وجبة و28 بطيء. أكيد 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 أمك مش هيتعدل سكرها، أكيد 14 و14 و14 باهي، وتخفي 28 بطيء، أغلب الوقت تقيس صايمة تلقاها 150، معناها البطيء مش كويس. من البداية قلت لك أكيد ما يتعدل السكر، إن البطيء والسريع مش متوصلات، 14 14 30 و40 و40، تخفي 28، عندنا قريب حوالي يعني قريب حوالي 22 فرق في جرعة، 12 فرق في جرعة 12، إذن الفرق 12 هدايا لازم ترده، لازم تجيبه باش يتعدل السكر الصبحية، تزيد في الرصاصي وتعدل في البرتقالي، تعديل الجرعات والدينا والديك. السلام عليكم، أوكي حاضر أوكي. خلي الرد عليه، لأني ما نقدرش، أنا تعلمت وتربيت أني لازم الرد على الناس اللي هو ناس طيبة، الناس الحلوة، الناس المباركة، الرد عليها باهي ونقولها بارك الله فيكم على هذا، يعني على الطيب، يعني على كلماتكم الطيبة اللي تزيد في النفس ثقة، وتزيد في النفس تخلي الواحد أكثر ثقة وأكثر يعني أكثر عطاء باهي. وأكيد أكيد أكيد متأكد منه أني أنا مش حنعجب الناس كلها، وأن في هناك من يعني ما يعجبش أسلوبي، عرفتني، ولكن ربي خلقنا هيك، يلا غالب هذا أسلوبنا، وطالما أن هناك من يعجب الأسلوب هدايا فلن نغير منه الأسلوب هدايا. أسلوب أنك تكون واعر مع المريض بس ما يضرش نفسه، وأنك تخاف عليه وأنك تحس به. ما نقدرش أنا مش قادر ننزع قلبي، عرفتني كيف، ويكون قلب ميت ويحسش الناس، عرفتني كيف، زي هالبناس اللي يقول لك لا انت خلي المريض براحته، يخصك فيه انت المريض، مش من حقك انك انت تعنفه وتقول له لا تقتل روحك. لا، اني نحس فيه، اني نحس فيه، هذا علاش، هذا الفرق، هذه ما تعرفهاش انت، ما تعلمتهاش انك تحس المريض، ولا اقدر نعلمها لك. السلام عليكم، انا محمد، عندي احيانا شرقة حتى ينقطع انفس، وشكرا. يا محمد، الشرقة هدية لازم نشوفوا سببها. في هلبة ناس عندهم شرقة هلبة ويشرقوا حتى من تفالهم، يشرقوا بعيد أو يعني أكرمكم الله يمص تفال يشرق، يشرب مية يشرق، ينود من النوم يمصمص فمه يشرق. يا إما عنده مشكلة في التركيبة الداخلية متاع الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي مع بعضهم راكبين، أو عنده ممكن اللي هو بوست نزل درب، اللي هو هذه نوع من أنواع الالتهابات الحساسية، أو إن البيهيفيرز اللي يدير فيها عجولي في الماكلة، يأكل بسرعة أو يأكل كميات كبيرة في نفس السفرة، أو إن من نوع اللي ما يتريتش في الأكل، عرفتني كيف، يبعد فيهم واحد ورا الثاني البعيد، حتى هذا يصير له شرقة، أو من نوع اللي عندك ارتداد في المريء، والارتداد هذا متقدم جدا، أو بعج في الحجاب الحاجز ومطلع جزء من الـ من الـ من المعدة وسببنا ارتداد في المريء، وهذا الارتداد سببنا في الشرقات تحكي عليهم أنت. إذن لازم تشوف واحدة من هدومايا اللي هم قد يكون. السلام عليكم، رسالتها طويلة دي الأخت زينب، زينب محمد، عندي خالتي عمرها 68 وزنها 73، عندها الضغط ودي معالي، عندها السكر دي معالي باهي ماشي، والتراكم 8.5، وعطاها الدكتور 1000، وعطاها حبة بعد الفطور تاخذ، والإبرة مكستار 40 في المغرب، وفي السحور 20، وبعد السحور ما عادش تاخذها لأنها تاخذ في حبة اكس ار اللي هي متفورمين، وبعد هذا العلاج السكر عنده اوقات 120 اوقات 150 باهي، تاخذ حبه الدهون، تاخذ كونكور، تاخذ بلوبرس اللي هو كان ديزرتان،
باي ما فيش بلس يعني 16 على 12 ونص مش كاتبتها هي. باي باي وشنو المطلوب يعني؟ كل دواء كويس لكن المكستارد هذايا لازم نشوف التراكم تاعها كيف 8 ونص هلبة. باي يعني كتبت لي رسالة فيها عشان تاخذ عمتها في الدواء او خالتها. باي كويس يعني، لكن شنو المشكلة اللي بنحلها هني؟ هي النبيها هني، شنو المشكلة اللي نبي نجاوب عليها؟ هل الجواب يعني ان الدواء كويس التراكم تاعها عالي، دواء السكر مش كويس، الضغط ما ندريش عليه، ما قستاش لازم نقيسه. بارك الله فيك. طفلة عمرها 13 وزنها 85 وطولها 1.75 متر، واخذ ابره زولادكس لايقاف النمو، يوجد حبوب اسمهم اي بي سليم سيلولوز كبسولز. هل توجد مضاعفات؟ نعم، كيف ما توجد مضاعفات؟ مضاعفات ونص وخمسه. من اللي عاطيها الدواء هدايا؟ دكتور اطفال تاع نمو. اذا كان عاطيها دكتور ترجع لدكتورها وتتابع دكتورها. باهي اخذت هذا الدواء وليس عندها اي مرض. فاذا كان اخذتها من غير دكتور وتبي توقفي لها نموها فهذه جريمه لا تغتفر. ومن اجرم في حقها يسال يوم القيامه امام الله عز وجل. الرجل اللي اكرمكم الله كان عليه جنابه في عهد الرسول وجاي استفتى احد من الصحابه وقال لنا علي عرفتني كيف جنابه، كان برد شديد، برد شديد جدا ولا مريض، هل اغتسل ام اني انا يعني نتيمم او نمسح او كذا؟ قال لا ما فيش الا الغسيل، الغسل ما عندكش حاجة شيء طهرك الا الغسل. غسل امرض مات. فوصلت الحادثة للرسول صلى الله عليه وسلم، فشين قال الرسول؟ قال قتلوا قتلهم الله، ألا سألوا؟ ألا استفتوا؟ مش سألوا؟ كان سألت حد عنده علم وعنده يعني مبحر في هذا العلم ويستطيع أن يفتيك بأن لا يجوز لك، لا عادي ما دامك أنت برد وخاف وغلب الظن أنك أنت تموت وواحد وكذا، لا ممكن أنك أنت تتيمم وتمشي حالك ويكون غسل كان غسل الجنابة. لكن أنت فتيت فلفست فلسفة زايدة نفس الشيء. إذا كان هذا تاخذي فيه بروحه مش غير يوقف لك نمو بنتك هيك، خلتك حلوم اعطته لك وخلتك مبروكه، فدي جريمه في حق البنيه. وكان دكتوره ترجع للدكتوره وتتابع معك، لان هدايا في وقف النمو مش ناخذه ونمشوا به طول العمر، هذا في متابعه مراقبه، لازم يكون في متابعه ومراقبه. يعني لما ناكل حلويات او اي حاجه فيها سكر كبدي تزهق. وكان ناقل رجع في علاقه بالسكر دكتور؟ نو لا ماليش. قال لي رد علي برسالة نو. باهي السلام عليكم دكتور، بالله عليك عنوان. اوكي السلام عليكم دكتور، حامل في الشهر الرابع عمري 23. باهي حامل في الشهر الرابع وعمرها 23 والدكتورة طلبت علي تحاليل كاملة. باهي من ضمنهم تحليل سكر العادي والتراكم، أول مرة درته كان في بعد الفطور طلع لي 136 عالي شوية، ما أنا ممكن وهذا قبل الإصابة بالسكر. كيف وزنك؟ طبعا لازم نعرف وزنك. تراكمي 5.9 وثاني يوم الصبح عودت السكر العادي طلع 123، عودته بعد الفطور. أوكي استمري بحملك وكل ثلاث شهور من الحمل ديري تحليل السكر، قوة تحمل السكر. شو ما زلنا من وقت يا عبد الرحمن؟ باه ماشي اوكي. باهي السلام عليكم دكتور بالله عليك. اوكي السلام عليكم، اسمي لابلا، سكري صايم 212 بعد الافطار ب 220 استعمل في الجنوب مت، والسكر معي من 2018 ترك ب 100 ونص. لا لا سكر مش كويس، عدل لازم تعدل. الرجاء يا دكتور تفيدني بان هذا صح ام غلط، علما باني منذ اشهر فايت التراكم لاول مره 7. لا لا ما دام 7 السكر عالي فالتراكم بتاعك عالي معناها لازم تتبع
حمية غذائية، ولازم تتبع علاج، ولازم يكون عندك يعني اهتمام بالرياضة وما إلى ذلك. إذن هذه مجموعة من الرسائل حاولنا نجاوبها زي ما وعدناكم، حاولنا نجمعوهم مع بعضهم، عرفت كيف؟ زي ما قلنا احنا يعني الآن رمضان انتهى، الناس كلها بترجع لحياتها الطبيعية، ترجع للعلاج الطبيعي، الإفراط في الحلويات، شهر الإفراط في الحلويات انتهى الحمد لله. تو الآن لازم يكون عندنا نمط، عندنا عودة للحياة. هذه العودة للحياة لازم تكون قوية وتدريجية، ننظم فيها علاجنا، ننظم فيها سكرنا، نرجع لرياضتنا. وإذا كنت تتريض والرياضة هذه سلوك جديد في شهر رمضان تستمر به حتى بعد رمضان، إذا أقلعت على التدخين حاول أن تستمر في الإقلاع على التدخين حتى بعد رمضان. إذا ربي بلاك بالبلية الغبرة هذه بتاع الشيشة وشرب الرقيلة هذه، وربي ربي عفاك منها، عرفت كيف؟ اتق الله في نفسك، وإذا كانك أنت ربي بلاك فيها في رمضان فاتق الله في ربي رمضان وربي غير رمضان. راه رمضان مش لي رب وبعد رمضان في رب تاني، لا، رب واحد، وهو اللي قال واللي يقول فيه واحد واللي يأمرنا به واحد. قال اهتموا بصحتكم، قال اهتموا بمكلتكم، اهتموا بشرابكم، اهتموا بمكلتنا وبصحتنا وبشرابنا. طيب نرجع لموضوع الأخت اللي اتصلت بي وتكلمت على موضوع الدم، موضوع الدم، وسئلت سؤال آخر بأن الأغذية التي ترفع من نسبة الدم عند مرضى الهبوط الدم الحادث نتيجة نقص في فيتامين في الحديد، والأكل والأدوية التي تنقص امتصاص الحديد وتسبب لنا في عملية نقص في الحديد في الجسم، ومن ثم نقص في الدم. والنقص في الدم هذا خطير، كثير من الناس تشكي منه. أنا تكلمت في نقطة أخرى ما تكلمتش عليها، نقص الحديد في نتيجة الدورة أو الدورة الشهرية تكون قوية. عند بعض النساء الدورة الشهرية تستمر 7 أو 8 أيام ويصير عملية نزيف حاد ينقص فيه الحديد باهي. كيف نعالجه كله؟ هو هذا اللي إن شاء الله حنشرحه توا بإذن الله في الدقائق المعدودة اللي فاضلة حنشرح. أولاً الأغذية التي تزيد من نسبة الحديد في الجسم شدوها عندكم، تقسم إلى أقسام: خضروات وفواكه، بقوليات، بروتينات، خضروات وفواكه، وبقوليات. البقوليات العدس أحسن شيء، أبدو بالترتيب. العدس، شربة العدس هدية ضربة في نقص الحديد. الحمص، فاصوليا باهي، الحمص والفاصوليا، بازيليا، الحمص والفاصوليا والبازيليا والعدس باهي. الحلبة طبعا أيضا، حلبة من أنواع المهمة جدا. اللوزيات، اللوز الكاجيو واللوز اللي هو الخزايني واللوز الأبيض واللوز العادي. الكاكاوية ممتازة، الكاكاوية حتى هي جيدة. الخضروات والفواكه، أفضل خضروات لزيادة الحديد في الجسم هو السلك والسبناخ والجرجير. السبناك أو السبانش باهي، السبناخ والجرجير والسلك باهي. بعدين يجي بعد الملفوف ويجي بعد البنجر حتى هو كويس، ممتاز البنجر للدم، حتى هو ممتاز. بس راه مش لأن لونه أحمر يلون في الدم، راه لا، بدن البنجر
نوع من انواع اللي هي الخضروات الغنيه بالحديد، لكن مش اغنى من الجرجير والسلك والسبناخره، مش اغنى بدن اطلاقا، ولا هو اغنى من العدس والحمص والفاصوليا ابدا. راهو يعني في معلومه مغلوطه، لان لقينا لونه احمر يقول كل منا هلبه ويقوي الدم، يقوي الدم نسبه الحديد مش لونه احمر، راهو يمتص الجسم احمر باش يولي دم قوي. لا، في هلبه ناس والله ما فهمتها، وفي هلبه ناس حسابها هيك. البنجر يرفع الدم نتيجه انه هو محتوى الحديد نتاعها عالي. باهي، بقول يا زي ما قلت لكم نجو الى فئه الخضروات، فئه الفواكه. الفواكه كل الفواكه الغنيه بالفيتامين سي والغنيه بالمعادن كلها جيده وغنيه بالحديد، ولهذا احنا جميع الخضروات كويسه ممتازه. اللحوم افضل شيء واقوى شيء اللي هو الاورجنز اللي هم الكلى، القلب، الكلاوي والقلب والكبدة، هذو ما هي أكثر شيء. لكن أكل كميات كبيرة بيسبب لنا مضاعفات أخرى، ولهذا ما نكترش. شنو ندير أنا؟ نحاول نكتر بالبقوليات ونكتر من الخضروات ونضيف عليهم اللحوم والكبد وإلى ذلك. أيضا يكون في حسابنا هناك أدوية تمنع امتصاص الحديد في الجسم، أدوية الروماتويد، أدوية الأورام، أدوية بعض الأدوية الأخرى حتى هي تمنع امتصاص الحديد في الجسم. كنت درت حلقة كاملة للحديد، لكن لأن أكثر من سؤال يجيني فقلنا بعتالي الأغذية اللي تمنع امتصاص الحديد. الإفراط في شرب الشاهي وخاصة الشاهي الأخضر، الإفراط في شرب القهوة مهم جداً، زي ما قلت لكم الكحوليات، المشروبات الغازية والغازات، هذه كلها لها مضاعفات ولها مشاكل في عملية الامتصاص الحديد، وتسبب عسر في امتصاص الحديد. ولهذا احنا داخلين على العيد توا، باهي، فكيف خلي نتكلم على العلاج، كيف نعالج الموضوع هذا؟ زي ما قلت لكم أول شيء نشوف الهيستوري بتاع المريض، تاريخ مرضه، كيف المريض هدايا عايش، كيف ياكل، كيف يشرب، ما عندهاش براز أسود، ما عندهاش دم ينزل فريش براز أسود، هنا الجهاز العلوي من الجهاز الهضمي فيه نزيف، الفريش دم معناها فيه يا إما بواسير يا إما أورام يا إما التهابات في الجزء السفلي من الأمعاء. الدورة متاعها كيف؟ دورتها المرأة هدية قوية ولا مش قوية؟ كيف حامل؟ كيف جايبة؟ وكان البيبي مصلح اليد متاعها كله وصار لها نزيف أثناء الحمل وأثناء الولادة، حتى هي نبغى نعرفه. أنا أتكلم عن امتصاص الحديد، ما أتكلمش عن الأنيميات الأخرى، الأمراض الأخرى، أتكلم عليهم هبوط الذي يحدث السواد الأعظم من الناس، وهو هبوط نقص حديد، وهو الأيرون ديفيشنسي أنيميا. نشوف كل هذا وبعدين نقرر أني شين عند المريضة هو وكيف يكون العلاج. بداية أول مرة المريض يصلح هبوط في الحديد، أمور كذا، نعطيه الفولك أسيد والحديد، نعطيه جلوفتيم، نعطيه فريتين، نعطيه فيروس سلفيت، سوري، في فريتين فيروس سلفيت، نعطيه الحديد هدايا ككورس حديد يمشي به شهرين ثلاث شهور ونسأل سؤال. إذا تو هدف الأول، بعدين يرجع مرة ثانية ندير له تحليل ونشوف كمورة طيبة، يا سلام عليه، ارتفع الحديد، ما ارتفعش الحديد وقاعد زي ما هو وقاعد في نزول، ندير له منظار، نشوف المنظار شنو بيجيب لنا. إذا ما درناش منظار ندير له التراساوند نشوف وش القصة، هل هذا الرجل عنده مشكلة في امتصاص الحديد أم عنده مشكلة أخرى. إذا زاد ولا أموره طيبة نقول له تمام، وصل للرقم المطلوب نقول له تمام كويس، نبدا ندرس أنا وياه. هيك الأخوات بالذات. كيف الدورة؟ لا والله الدورة دكتور قوية، باهي. الدواء هذا اللي خذيناه تو بنوقفه.
لكن ترجعي له أول يوم قبل الدورة أو يوم بعد الدورة. يعني 8 أيام إذا الدورة 8 أيام بناخذوه في 9 أيام، إذا الدورة 5 أيام بناخذوه في 7 أيام. من كل دورة تجيك في كل شهر عرفتني تاخذ الدواء هدايا باش ما نلحقوش يصير نقص في الحديد نتيجة النزيف اللي يصير في الدورة. ونعرفوا أن أكثر البنيات وقت اللي نسوين في الدورة دول مكتبتهم الشهية مغلقة وما فيش حتى حاجة وشيء. ها نحن العلاج، والعلاج طبعا لما تظل العلاج حاد جدا قوي جدا ممكن ان نعطوا حتى دم عن طريق الوريد، ممكن ان احنا عن طريق ممكن نعطوا دم احنا في الجسم، او ان احنا نعطوا السوائل الوريديه اللي هي تقوي الدم ويكون يعني كعلاج. وبعدين نراقب المريض ونشوفه كيف، بس اهم شيء نعرف علاش باذن الله تعالى. ماشي، اذا احنا وصلنا اليوم الى نهايه حلقتنا. بكرة حتكون حلقة العيد إن شاء الله والحلقة الأخيرة في برنامجنا في هذه السنة رمضان هذه السنة. بعد إن شاء الله سنباشر ونوعدكم إن شاء الله في مفاجآت حلوة وجميلة جدا، إن برنامجنا حيتغير بحلة جديدة وبطريقة جديدة وبأسلوب جديد وبكاريزما جديدة أصلا يعني وهوية جديدة. فإن شاء الله بكرة حنتكلموا على العيد، شنو المفروض نديره في العيد، شنو المفروض ما نديروش، حنقولوا كلمات طيبة هيك تخفف النفوس وتهدي النفوس، ونعيد إن شاء الله بعيادة وسنين دائمة والعقبر دائما إن شاء الله. إلى اللقاء غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.